علاش زعما الكارنفال باش نحتفلوا بالبيئة؟ هذا السؤال كان موجه للرئيس جمعية يوسف. بداية بالنسبة للكارنفال، أنا بالنسبة لي تنشوفها ثقافة جديدة باش نوصلوا الأفكار للمجتمع. تيدل على الفرحة، باش نوصلوا أي فكرة خاصنا نوصلوها بواحد الطريقة سلسة اللي غادي يتقبلها المجتمع المدني. وأنت تشوف باش نفتتحوا هذا الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وكما سميناه احتفال، ضروري خاصنا نبداو بواحد الطواف أو كارنفال اللي غادي تكون طريقة جديدة بالنسبة للمجتمع الناظوري أو بالنسبة للمجتمع المغربي بصفة عامة باش توصل الفكرة كما يجب. سعيد المغاربة نفسي لأنني أنوّل وأثمن عالياً هذه المبادرة الطيبة. أنا بصفتي رئيس الرابطة يسعدني الموسم القادم أن نكون أحد الشركاء لمجموعة من الأفكار في الرابطة. على سبيل المثال يمكن أن يكون هناك مثلاً في هذه التظاهرة على سبيل المثال الموسم القادم أفضل لوحة تشكيل يعني البيئة تقام على مستوى المؤسسات التربوية. إذا سيتم اختيار مثلا أفضل اللوحات، هذا في إطار تشجيع ما هو تشكيلي في علاقات البيئة. هناك فكرة كذلك أحسن مقال. إذا ربما الجانب الإبداعي يسعدنا نحن في الرابطة أن نكون شركاء في شقه الإبداع الثقافي، سيعطي ربما زخما أكبر بعد مع الشركاء الآخرين. إذا أنا يسعدنا من المنطلق أننا سيسعدنا في الموسم القادم أن تتطور فكرة الرجال البيئي بهذه الصورة، بمعنى البعد الثقافي، أفضل لوحة تشكيل عن البيئة، أفضل مكان، سيعطي زخما أعتقد وقوة على المستوى التنظيري. وشكرا. يوسف على هذه المبادرة اللي كتعتبر أول مبادرة في إقليم الناظور كقفلة لمحاربة التلوث، وكنقترح على الجمعية أن تقوم بعقود شراكة مع جمعية في الدار البيضاء، لأن الكارتون كما نعلم والبلاستيك يحمل على شاحنات من هنا إلى الدار البيضاء، وهو يتواجد معامل في الدار البيضاء ولا نجدها في مدينة الناظور، على الرغم أن الناظور هي المنبع، لا البلاستيك ولا الكارتون ولا كل شيء. شكرا على هذه المبادرة القيمة وكنتمنى لهم النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف بيدار موفد الزهراء الإخبارية. عندي اثنين سؤالين. أولا تشكى جمعية يوسف النشاط الهادف تسمى البيئة أنه يتقسم غير حاجة من زهر البيئة تسمى تتدهور يتقسم الحالة شيء اللي جاي في طرف مية جاني جاني طوف إطار 13 شهر كتشو يتقسم ما قيش نمونه في الشوارع في المعنى يتقسم غير حرارة البيئة زادة سمع والمعنى جمعويون جمعويون إعلاميون مارس معاون مسؤولين منتخبون دولة مواطن مارس معاون خلبي أنه وقت يمنون شيء إما فهو نقطة وطعون يدغيس شكاخ نسمى في الفكرة يسمى سؤال ينوز السبيلة وشيش الفكرة في جمعية نيوسة لأنه شيء في بعض السنشات جل جمعية ما بيتأسس ما وشيش الفكرة من الأهداف الناس وين الناس ذا برنامج العمل الناس ما تغلقش الأنشطة. السؤال الثاني خوري من هذا النشاطين في ما يتنديف للنظر وها مثل إشراك مثلا الجامعة المغرب أزغن غان فنينصار زي يوسف الماء يقول في البرمجة أنه شاشة فلاني هنا سوف يرى قنسات الكرنفال يدي المعارض هنا. وشكرا. شكرا سي بلان يوسف. بالنسبة لجمعية يوسف ضعب يتصل يمدن سي المدرس من تتنكزن كاسم لأشخاص نصف ولكن تفتغط كمجموعة من الإخوة الأخوات نكون يجب مجموعة ماشي جمعية انت ثلاث سنوات انت تخدم بما هو خير تعرف هذه المضايق جاء يمداني داخل السنوات من بعد ذلك نبدأ الناس من اللي هو نخدم في إطار قانوني كل تقريبا عام وعام ونص تقريبا والتوشة سكومي تكون الجمعية تقيم حافظ ما هو البرنامج الخيري مئة بالمئة تأكيد مع الأسف مش مع الأسف مش بالنسبة لي مش حاجة طلقة أنه شيء لا نشعر ما هو خيري ولكن بالنسبة لي شيء قاسي سي إنسان إنسان ما نشعر ما نويني يتغيب ما نويني يجب الواجب يحسنك يجب الضرورة لس الشباب الناظوري لس جميع الفئة الصراحة العمرية يتجد يتجد ما أحسن بفوس هما يجن يتجد يحتاج أنا أدخل في قيمة بس
للناس اون باراليل يعني في في جهه اخرى تنبدا عندك شويه البرامج ما هو تعليمي تحسيسي بيئي نبدا راجل اثنين التضاربات نتيجه الاحتفال باليوم العالمي للمراه نتيجة الاحتفال الرائع تكرم رئيس الاستاذ فاطمه العنون الحاجه النقد غطسنا المغاربه يكرم نرحم الاستاذه السيده المثابره اللي خدمة 40 45 سنة تخدم في غواوين يجلو هذه السفكة كامرأة يجا تحدى ظروف الحياة الصعبة وتعيش وحدك لا تجا تنقع تجا خصها تكرم اليوم العالمي للمرأة بين قوسين جديدين وعلى سبيل كما هو تعليمي ولأول مرة تلقي هذه النظرة أنه جمعية كجمعية جمعية كاين حفل التميز لاقليم النظري كما في مستوى البخ ندير النظر على مستوى الاقليم النظر والنواحي وتبارك الله تبغى تخدم في التاسر وتبغى الاغلبيه ديال المراتب الاولى وهم تبغى تسير النظر تبغى تزايلو تبغى ايش تنسير النظر المهم تبغى تخدم الاقليم النظر وانت تبقى ان شاء الله عامه غادي يدير حفل التميز اللي هو مهرجان ويدير في الوجه نهار حتى في السماره يوظن يجد قيمه المراتب ديال التعليم غادي يدير في النظر ولكن حدا شي مانوي ولكن مختار وقع مليح زينه طبعا ترجى انه ما ديريش البديل اللي سيشمل المجتمع المدني اللي ما غاديش يشجع المعنويه وتشد انه النيابه التعليميه تمكن الحفل ديال التميز ما يمتنك على الشيء كمجتمع مدني غنفرح الطلبه اللي خدات ديالنا نعرف وعمل شهر خمسه هو ما يمتنك الاحتفال باليوم العالمي للبيئه مع انه لاول مره غادي يجي الجهه الشرقيه متكمل الجهة الشرقية تكمل أول مرة غادي الاحتفال سي العالمي بها صراحة شي مدرسة سجدوا قبل سجدة سقوط تقريبا 28 يوم بالضبط تبغى كفكرة نوفى أنه اليوم العالمي للبيئة تحتفل الزيت العالمي يكمل لو ساكسيس يعني 5 ديال شهر 6 يقارب دونك تبغى غادي يتصل الوقت هذا سنخدم ولكن الناس لا سنخدم واخا تبغى تضم الزيارة تبغى قليل المشاركين ولكن والحمد لله مرة في الربع يتقعقع شحال كنا نخدم وغانتو خير لك افكار وتشكاليك في مره اخرى قلنا كيف نخفوز بفوز هما سكاع المنويه ثاني تاتي كنبدا حقا الاحتفال الاحتفال خاصنا نجيبو خصي يودي فانا شاقولو من الناس يروح يكا ونرجع ان الاحتفال ماشي تحتفل انه من خزا النظار الزيت اما ليك نهار الزيت كون ديك نهار غريب العالمي وزيت نحتفل شهر ثاني تاتي كتوة كبادرة نبدات حول ما نحس مال المجتمع كان غادي نرجع في الزيارة كأباء كأمهات حول نهار ما راح نفوز بفوز نشارك أنا بدا سيكون حي حي سيكون زنق زنق سيكون شارع شارع سيكون منطقة منطقة أن قبل ما نجي فوز بفوز أما صعيب شارع ما لا ما حد عاد نتك الزفرة الصينية تاع هاد الحشاكو نسوس هذا هو موجه قاع ما صنقع هذه حدد الساعة ما صرا سيدي وغاش غا ما هو إذا ماشي نتو ما هو بلدية ما هو المجالس ماشي سوق خارج الموضوع ماشي سوق المجتمع المدني أنا كفوز وكيني هو كين شو تشرين هي من هو يكين شو تسقى عمص عمص حز قدير التي نحترمها كثيرا ونعزها في أستاذ غالي والله أحبك في الله يا حز أقول أنا من مؤسسة الرسالة وحيد الكندي كان هذا اليوم تحسيسي في الحقيقة يوم رائع جدا أنا من بين الأطر التي أعجبت بالفكرة وبدأنا نشتغل عليها وغدا بإذن الله سوف يكون يوم استعراضي بإذن الله في محاولة لأطفالنا والأطر المربية كل مساهمة بشكل أو بأشكال بهذه المواد البلاستيكية والكرتونية وورق المقوى والألومنيوم غدا بإذن الله ستتضح الصورة بجلد إذا كان هناك مساهمة ومشاركة كبيرة جدا والأستاذ العدناني والأستاذة بديعة بارك الله عليهم تهما قلنا يدفي خدمنا كامل الحمد لله ما بخلوش علينا وفروا لنا كل شيء وأعضاء كل شيء تهما إذا أنا أقول بأن اليوم العالمي للبيئة هو يوم جميع الفعالية ليست المؤسسة التعليمية فقط إذا الأم الأب الأخ الأخت الأسرة الطفل كل شيء هذا الناشئ أخص في الحقيقة ترسخ فيه مبدأ النظافة رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا النظافة والنظافة من الإيمان والأوساخ من الشيطان يتعلمها الطفل من التعليم الأول الابتدائي الإعدادي ولماذا أنا أتساءل لماذا هذا المبدأ لا يبقى راسخا
في ذهن الإنسان المسلم حتى يصبح راشداً. لماذا لا يفعل هذا المبدأ الذي علمه معلمه أو أستاذه أو شيخه أو والده أو والدته؟ أنا أتساءل، هل أصبح التلوث مرض العصر؟ هل أصبح مرضاً أم عقدة نفسية أم سبحان الله؟ أنا أتساءل. وهذا الكلمة في الحقيقة هي صرخة نرسلها من صميم إلى جميع المجتمع المدني ليتفاعل ويتفهم ويعي أن البيئة والحفاظ عليها مسؤوليتنا جميعا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا في أولادنا، ونقولها في بيئتنا أيضا. والله عز وجل سيحاسبنا. هذه الكائنات التي تموت هي سخرها الله عز وجل لنا نحافظ عليها. هذه الثروة السمكية إن لم تكن صحيحة وسليمة ونتغذى بها ونتغذى بها أبناؤنا، فإننا سنصاب بأمراض، والعصر مليء بأمراض وقانا الله وعافانا الله منها. وشكرا لجمعية المبادرة. بزاف المشاركين اللي ما حضروش لظروف كانت خارجة على الإرادة ديالهم، غير باش نبين لكم المشاركين اللي راهم معنا. كاين ثلاثة المندوبيات اللي راهم شاركين معنا، كاين المندوبية ديال المياه والغابات، كاين المندوبية ديال الصناعة التقليدية، وكاين المندوبية ديال الشبيبة والرياضة. هذو هما ثلاثة المندوبيات اللي مشاركة اللي تقينا بابهم وما رفضوناش الحمد لله. تقينا الباب ديال أبيض مع كل الأسف، وتنقولها قدام الحضور الكريم كامل أنهم رفضوا. علاش رفضوا؟ ما عرفناش علاش في هذه الساعة، مع أنهم استبلوش بالنسبة لهم هذا تضاف إليهم اللي جاو حضروا، حيث ما كاينش واحد الانسجام، واحد التواصل ما بين المجتمع الناظوري وهاد الشركة اللبنانية اللي راها مستقرة عندنا في الناظور. هذه كانت عندهم بادرة باش يمكن إذا كان عندهم شي حاجة اللي صائبة يبروها، كان سبب باش يكون، ولكن مع كل الأسف كان رفض لحد الساعة ما تنقولها قدام الإعلام وما عرفناش علاش. وكاين تبارك الله كاين بزاف ديال المؤسسات اللي كانوا بغاو يشاركونا، مع كل الأسف ما قديناش نشدو بزاف. ديما مدرسة عمومية وحيدة هي مدرسة عمر المخطاط، هي مدرسة إيكولوجية اللي تلات مراتب الصعيد الوطني. وبالنسبة للتعليم الخصوصي كاين مؤسسة الرسالة اللي تشكروا الأستاذات اللي حضروا معنا اليوم إن شاء الله. وكاين بطبيعة الحال دار الأم الممتلة في الأستاذة اللي عزيزة عندنا بزاف، الحاجة فضلة العلم اللي استقبلتنا بواحد الصدر رحب وعطتنا أفكار، ويا ريت تلقاو ناس في المستوى ديالها اللي يستقبلونا غير يسمعونا، ما بغينا منهم حتى شي حاجة، شي غير يسمعونا ونوصلوا الفكرة ديالنا. هذا هو اللي تحتاجوا كشباب زعما ناظوري غيور على المنطقة ديالو. باقي الأمثال هاد الحفلة اللي غنشوفها قدامكم تجربة. بالنسبة لشكون اللي كاين آخر، كاين جمعية الرياضية، كاين جمعية المناط اللي غادي تشاركنا الكرنفال، وكاين واحد الجمعية الفنية ديال المسرح اللي بغاو يديروا المسرح، حيت هما بغاو يعبروا على دخلنا الفن في هذه البيئة، حيت أي واحد عنده أي شي حاجة في أي مجال بغا يشاركنا في هذه اليوم العالمي للبيئة. وأبت هذه الجمعية ديال الفنون والمسرح أن تشاركنا بشي بعرض واحد اللوحة بالمسرح الميمي في هذه المشاركة. وكاين واحد الفنانة اللي اسمها سهام هلواش، اللي سناء هلواش، اللي ما بخلتش علينا، وفي الدقيقة الأخيرة اللي عيطنا لها وكانت لبت الدعوة ديالنا، مع الأسف أنه كنا درنا في التشكيلية قبل وشرحنا لها علاش دايرين هذا الشيء، ولآخر لحظة طلبات تعويض باش تحضر. مع كل الأسف هذا الشيء كنقول، حيت حنايا بياض على بياض ما تنخبيو حتى شي حاجة باش نكونوا صريحين. فنانة التشكيلية دخلناها باش دير ورشة تكوينية للأطفال بالنسبة لهذه الأروقة، مع وافقت كموافقة مبدئية، وفي آخر لحظة قطعوا 24 ساعة باش ندوزو نصفط ميل تطلب فيها تعويضات باش تحضر داك الشيء. والله عار، والله عار زعما مدينتنا، حيت أنا معنا حنايا كجمعية، أنا مثلا نهضر على سمية الجمعية، ما عندي لا نقاوة لا جمال في هذه الجمعية،
وحتى الجمعية ديالنا ما عندها لا ناقة ولا جبل، هادشي تنديروه من أجل المدينة. تنتمناو أن ناس أخرين غادي يتبعونا ويعطيونا يد مساعدة ونمشيو يد فيد باش نطلعوا هاد المدينة. إلا غادي يكونوا يد تحتو ما تتصفقش، إلا تحت حنا كاملين ونصلحوا يد. وتبارك الله هاد الفنانة التشكيلية سناء هلواش للدقيقة الأخيرة، والله العظيم كاين واحد الجمعيه ديال السيارات القديمه حتى هي باغي تشارك معنا في الكرنفال، وكاين جمعيه اللي تنحييها من هنا هي جمعيه تسبتي فرع الناظور اللي عندهم افكار جد قيمه، وان شاء الله من مور هذا الكرنفال ومن مور هذا الاحتفال ديال العالم للبيئه نشتغلوا كبعض، لا جمعيه يوسف ولا اي فئه من المجتمع المدني، تعاونوا بيناتنا ونوصلوا الرساله اللي باغي نوصلوها بيدينا. وشكرا. باش نفتحوا بها الشهية ديالنا لهاد المسيرة أو الاحتفال أو كما بغينا نسميو، هو إضافة أننا نهدف إلى تحسيس المجتمع من الناشئة إلى الشيخ، ونكون يعني صادقة معكم إذا قلت لكم أننا جمعت أمهات ديال الأطفال كانوا كيشتغلوا هذه الأيام في ورشات مع المعلمات ديالهم في مواد اللي غادي نشوفوها بسيطة كتعمر الشوارع بالنفايات. أطفال ولاو كيقولوا أنا نشري هذا الشيء اللي عدلته، أنا نشريه، يعني هذا الشيء اللي خرجته من هذا الشيء اللي كنت غادي نرميه في الشارع ديال النفاية ولا جميل عنده ولا مرغوب ولا باغي يشري. سيدات بعض منهم قلتهم كتكونوا في المطبخ ديالكم ما كتفكروش في هذاك الشيء اللي كترميوه فين غادي يمشي وكيفاش غادي ديروا به. ف بعض السيدات جزاهم الله خير وغادي تشوفوا غدا المنتوج ديالهم، ما بغيتش نهرس لكم المفاجاه، انهم ذاك الشيء اللي كانوا كيرميوه دخلوا عليه تحسينات وجابوه لنا، قال لك شوفي كيفاش ولات بحال هكا، شوفي كيفاش. غادي تشوفوا غدا اشياء بسيطه جدا جدا لكنها ايوه دخلت عليها لمسات فنيه، دخل عليها رغبه وحب لاننا بغينا واحد البيئه نظيفه، دفع هذيك الرغبه وذاك الحب لذيك البيئه النظيفه دفعهم باش يديروا ابداع. غادي تشوفوا ابداعات ديال الاطفال الصغار، ابداعات ديال ربات البيت. وما ننساش عمر ما ننسى انا قلتها للدكتور في 78 او 77، المهم 78 77 78 ما نتذكرش، كاين هنا واحد العالم سميتو بشير بن هذه مذكراها. وكنا انا لا كنت مرشح في البلديه وين ندير واحد الحساسيه ديال البيئه، مشينا لعند الشيخ وبدينا كنظفوا حنا كنتخابوا وترمى علينا كارطوش ديال الحوت على السيده ماشي ماتوا علينا، هي فتحت السرجل ورماتوا ملفه كانت ديالها، وكان واحد المنظر يعني لا زال في ذاكرتي. وبحثت على السرجل وبحثت على الساكن وعين قالوا خلص ضاعيره، وتفاجئت قلت له ماشي قضيت ضاعيره 50 درهم، قضيت مبدا بغينا نعلموه الله يجازيك بخير، خلصها الضاعيره وانت فرحان وقولها وانت كتفتخر بها باش نعلموا الربات البيوت وسيدات البيوت والمتعاونات داخل البيوت باش نخليو الشوارع ديالنا نظيفه. هي صرخة كما قالت الأخت الكريمة، هي صرخة هذا المهرجان هو صرخة تحسيسية، ومن وراها غادي تجي إن شاء الله صرخة توعوية، ومن وراها غادي إن شاء الله فعلية للكل غادي يشارك فيها إن شاء الله. أنا ضد التعصب، أنا ضد الانفعال، أنا مرأة كبيرة في سني
ممكن نفعل ويجوز لأن السن ويجوز لا اعتراض على الفعالية لأن السن كتحت ولكن لا أقبل هذا من الشباب خصكم عندهم سنة الله تعالى خصكم عندهم أريحية وهدوء ونصات وربما تكمل وتعجبته الفكرة وصفق وأنا من هنا كان نوجه رسالة نقول تعالى يا ابني نحتضنك نحتضنك من الأعماق حتى إن لم يكن معنا تبلغ له تعالى وإن شاء الله معا نغير أفكاره ونغير حتى من يهدم المجتمع. إن بحكم المسؤولية اللي عندنا يعني المسؤولية اللي هي الجميع محتفل بأيام بأية اللي فيك نقوله اليوم أيام بأية وهو يوم احتفال ولكن هي كلها أيام بأية هو الأساس هو الدائرة اللي خلتنا قلنا نداء نداء لجميع الإخوة راه يجب إحنا راه الإشراك أطول في جمعية مدرسي علوم حياة القرى عندنا مركز تربية بأية سي بلال راه شافو سي قبع مصطفى راه شافو مجهز راه الإشارة للجميع لا في التكوينات لا في الماتريال اللي فيه لا في العروض اللي عنده لان عندنا شراكات دوليه حتى في هذا الجانب ديال لان لاحظ المشكل ديال الافريكان هنا هو طريقه الكوميونيكاسيون اللي كاينه حتى طريقه التواصل كاين عندنا قطور كاين عندنا اساتذه المركز التربيه البيئيه الواحد في الجهه الشرقيه موجود مدرسه الحسن الثاني ان كان بين مبادره بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كان الشمس السيد العامل اللي كنشكر 2010 ايام بيئيه كنا كنديروها في الهواء امام البلديه 2005 2006 2007 2008 2009 2010 كي درنا مركز التربيه 2010 كي درنا التربيه بالمركز التربيه بيئيه ولكن احتفلوا بالمركز التربيه البيئيه اذا راه الاشاره اللي بغينا نمدوا اليد ديالنا حنا نستافدوا ونتقاسم وعندنا مشاريع بين بالاضافه للبلاستيك السنه الماضيه وهذا العام راه كيتسالى المجال حول لي ديشي بلاستيك دو لا مير عطى ديال السيبيه على الاسماك وكذا وما يتلج الصدر الناظور اختراع المرتبه الاولى والانتاج ديالو هو اللي مشى حتى سويسرا وعلى ما اظن الريفي نورا كان دارت عندي داز في واحد الشريط لفايات الناظور في الدار البيضاء يعني ذلك الجميع مركز ماشي ديالنا حنا كنقولوا المركز ماشي ديالنا ديال فعاليه المجتمع المدني واللي بلاه راه مشى شكرا نسعوا الدائرة ولكن اللي بغينا نعرفوا أن هذه الندوة الصحفية على الأقل احنا استخدمناها أن هناك أسس وأساس يعني لخدمة البيئة وكان مجهولا عند البعض وهذا فائدة التواصل هذه واحدة من فائدة التواصل كان مجهولا عند البعض فشكرا للإخوان بين أسباب الندوة الصحفية هي هذا الإشعاع لي احد الاطر في مدينه القصر الكبير كنت في مهرجان صاله تصدقون القصر الكبير بحال نقولوا عرين الشيخ مدينه اصبح الان واحد الحي عرين الشيخ كبير كنقول واش شنو وقع تجربه رائعه شفتها بعيني وصلت هو رئيس جمعيه الزهور بحال عرين الشيخ كامل بداوا جمعيه بحال جمعيه الزهور استطاعوا انه كذا في 6 اشهر يخليوا تقريبا بحال العرين الشيخ بما ان مدينه نقول حي شعبي جدا كل الحيوط مر الحيوط والله العظيم مارس الالوان لا تصوى يجي الشخص صاحب الحي عنده 70 سنه كرس حياته بما ان طبعا كان الاستهزاء السخريه كتخرقوا قسما بالله في ظرف 6 اشهر القصر الكبير اللي غادي يمشي الان كنعطيكم مثلا بريد ساره كنصيحة لأن شفت أنا بعيني يمشي القصر الكبير غيسول على حي الزهور وغتشوف بعينكم فنانين تشكيليين كل شيء الأسر كيجتمعوا بيناتهم كيديروا كيشريوا اسم يرموا بطريقة في نعم هذه التجربة الثانية كذلك في ملتقى حضرت له في أصيلة شخصية أسرة واحدة استطاع أن يزرع فكرة ديال الورود الحي فيه تقريبا 80 متر هذا الشخص بالعائلة ديالو عادي استطاع انه بمجهودات فرديه كيعطي الاتصالات كيجيب الباقه ديال الورد باقه الورد كيعطيها للناس بما انه كيضبط هذا عفوا ديال القصر الكبير بحال هذيك العجله ما كاينش كل جميع الالوان
جميع العجلات بالوان زاهيه. وممكن كنقول للاخوان نسق معكم لنا علاقه طيبه. فاصيله جات حتى الجزيره، وزير الخارجيه الفرنسي السابق حتى البريطانيون جاو لهذا الحي ديال اصيله، لان في كثير هذه شبه نصيحه حاويه. بغيت ترى الاصيله غيسول على واحد الحي هو عباره عن عرض تشكيلي مفتوح والقصر كبير حي الزهره. وشكرا. هي بادئة طيبة، وأنا كنشوفو النابور تحتفل باليوم العالمي للبيئة. ديجا ذكرتو أنكم سميتو هاد النسخة، اعتبرتو بمثابة النسخة الأولى. دائما تنشوفو أنه في شتى التظاهرات تجي الظاهرة كتحتفل بالنسخة الأولى ثاني يوم بعد التفريغ، ما كتبقاش النسخ القديمة. إلى جانب ذلك بغينا نعرفو واش الجهة المنظمة خدات شي توصيات أو مطالب طالب كطالب الجهات المسؤوله من خلال هذه التظاهرات. واش بغينا ما نعرفوش كاين شي توصيات كطالبوا بها. تنشكر السي نجيب موقع نظر تودي، نشكره على هذه المداخله. بالنسبه كما قلتي حقا بزاف ديال التظاهرات ماشي بيئيه او غير بيئيه تلقاو مثلا النسخه الاولى النسخه الثانيه وتيسمحوا. انا بالنسبه لي كجمعيه تنهضر باسم الجمعيه ديالي، ماشي بالضروره اننا حنا اللي نديرو النسخه الثانيه او حنا اللي نديرو النسخه الثالثه ولا نوصلو للنسخه العاشره. ممكن حنا اللي غادي نكونوا، ولكن الهدف ديالنا هنايا ماشي حنا. الهدف ديالنا ان المجتمع الناظوري ككل خاصو ينوض ويقول اليوم غادي نحتفل به على طول السنه، ماشي نتسنى حتى يوصل 5 جوا ونحتفل به. هذه كانت لبنه اولى، ولكن تنتسناو ان المجتمع يتضمن ما بيناتنا وبينهم كاملين ونطلعوا ونوليو ما نحتفلوش باليوم العالمي للبيئة، حيت عندنا كامل الايام ديالنا غتولي يوم عالمي للبيئة. وشكرا. اما بالنسبه للتوصيات غادي ندوز الكلمه لسي سليم قله باش يمكن نرفعوها. وحنا هنا في هذه القاعه ممكن انه اي توصيه ممكن نرفعوها للجهات المختصه. مثلا التوصيات اللي كتشوف جمعيه يوسف بانه ممكن ترفع ادراج البيئه في جميع السياسات العموميه، من بينها الى جينا نهضروا على السيد اللي مشى بانه يجب استحضار البعد البيئي في التخطيط الحضاري. ايضا ادراج البيئه في جميع المقررات التعليميه. ثانيا بتاسيس منتشئه بصفه مستمره باهميه البيئه. دابا حنا الدري الصغير عندنا في المدرسه خص التنشئه ديالو تكون عند البيئه. وحتى انه كشخص كفكره علاش ما نمشيوش حتى حنا المسائل ديال ندمجوا فيها حتى المسائل الوازع الديني، انه حتى المنابر في المساجد حتى هي يكون عندها دور في التحسيس باهميه البيئه. وشكرا. واللي عنده شي توصيه حنا مرحبا. اسمح بغيت غير نزيد واحد الاضافه. بالنسبه حنا كجمعيه حنا ماشي جمعيه تهتم بالبيئه، حقا من بين الاهداف ديال الجمعيه كاين اهداف بيئيه، ولكن باش اتصلنا بالسي دوزاني رئيس جمعيه اس بي تي بينا انهم بزاف ديال لي بروغرام اللي تيهموا البيئه، علاش ما نديروش التفيت ونطلعوا المدينه ديالنا؟ احنا ممكن نوصلوا لافاق بعيده في الملح البيئي. وان شاء الله من وراء هذا الكارنفال اي واحد اللي كانت عنده الغرض وكان عنده قبول انه يضم معنا ويديروا يد في يد، نديروا جلسه مغلقه مع رئيس واعضاء جمعيه اس بي تي فرع الناظور ونشاركوهم في هذا الشيء. علاش لا؟ حيت الا كانت عندك الغيره على مدينتك فضروري حتى انت تجي وتبغي دير مع الاجتماع. بالنسبه للسي عديل شركه افيردا، انا كنقترح انه الجمعيه اللي كتقترح ماشي كصاحب ولكن كفاعل جمعوي انه يديروا شكايه للمجلس البلدي، لانه كنا شي تحملات افيردا مع مجموعه جماعه تمحليه بالبيئه ينص على ان افيردا تساهم وتشارك جمعيه مجتمع مدني في التحسيس بالبيئه في الانشطه هذا. كاين واحد البند تحسيس فعل ويديروا واحد شكايه ولا شي بلديه في هذا المضمون، لانه باش ما تبقاوش لانه هذا كيكون عندكم مراسله بعدا رسميه وهذه عندكم باش نكونوا سواء على البياض. حنا باش درنا الطلب خلونا تقريبا واحد الاسبوعين بدون اجابه، وفي الاخر قال لك راه كاينين اضرابات ديال حيت السنديكا ما عندناش علاقه. المهم هما كون واحد القصه وحقا كانوا اضرابات، وقال لك الا بقاو الاضرابات حتى راه يبقاو وتنعلموا لكم من دابا ان غادي تكون كارثه المدينه وغادي يكونوا اضرابات من هنا حتى 6 جوان.
قلنا لهم قال لك الى وقفوا الاضرابات ديالهم غادي يشاركوهم لحد الساعه ما لقينا لا اتصال منهم ما شفناش المدير ديالهم طلقوا غير نائب على المدير واحد النائب ما كان حتى شي اجابه لحد الساعه باش نكون واضحين في هذا الشيء سي لي واحد الاضافه بالنسبه لشركه تابيردا حكم حنا خدامين معاهم دايرين معنا شراكه وعندهم الصدر الرحم للمدير الله يرحمه اللي مات دايرهم معنا شراكه وكيتعامل معنا يمكن جات شي ظرف نحتاج الجماعات جمعيه الجماعات البيئيه على السمط عياش ولا السي حسن فاتحين ابواب كامل الله يزيد موقعين معهم شراكه ومقاليزيا وحضور ولكن المشكل هو انهم ما لقيناش تفصيلات لهذا الشيء ما عطيوناش يمكن في هذاك الظرف ديال الاضراب هو اللي لا اضراب سالا وراهم خدامين السنديكه راها خدامه وهم اضعف الايمان عندهم التليفونات ديالنا وعندهم الاتصالات والايميل وهم اضعف الايمان يعيطوا يقول لك راه اضرابات سالا وحنا باغيين نشاركوا خدمنا معاهم يعني وعطيناهم افكار باش غادي يشاركوا وما كانش عندهم افكار عطيناهم افكار وكل شيء الى حدود الاحتمال والسعاده سواء لي كونتونير سواء لي ميكرو خرجوا مع بيدهم خرجوا اما بالنسبه للسبونسورين ما عطاونا حتى شي حاجه وما عطاونا حاجه حتى لا ما طلبناش الفلوس حنا طلبنا اي حاجه بيئيه هما الحل الوحيد اللي قالوا لنا قال لك النهار اللي تبغيو ديروا الارويقه باش نشطبوا لكم ديك صريح في هذا الشيء اللي تيتقال السكر باش نكون واضحين هما قال لك الى نهار ان شاء الله واخا كانوا اضرابات عندهم نهار غادي ديروا الارويقه ديك البلاصه المسخه نجيو نشطبوها هذه المساهمه اللي كنبغيو يساهموا كشركه الوحيده اللي كاينه في هذه النظره وشكرا كل شتي حافظوا عليها ديما وتكون عندنا قيمة راهي لا البيئه نقيه راك تعيش عيشه هنيه وإذا فرطتي غير شوية راك تقضي عليك وعليا راه هاد الماء والهواء في الأرض والسماء وهاد الكائنات كلها سير الحياة كلها ويالله نحافظوا عليها ونباتوا سهرانين عليها ونتمتعوا بمنظر زوين حنا غاديين وجايين ونعيشوا مرتاحين في ديورنا والصحة تاج على ريوسنا كنا قد وصلنا إلى ختام أشغال هذا اللقاء باسمي وباسم جمعية يوسف للتضامن والتنمية المستدامة نشكر كل الشركاء الذين ساهموا من بعيد أو من قريب في إخراج هذا النشاط إلى الوجود